الزمالك، ودي الأول مرة من ساعة بتروجيت ما صعد يتغلب مباراتين ورا بعض. لم يحدث من بتروجيت ما صعد إنه يتغلب مباراتين ورا بعض. فدي كسب ليه؟ هو باعتراف حتى بعض أعضاء الجهاز الفني بتروجيت إن هو فريق يتعمل له حساب، كون مجموعة من اللاعبين أصحاب مهارات وفي نفس الوقت جعانين كورة، مش من أصحاب النجومية الطاغية اللي ممكن تأثر على أدائهم في الملعب. ده تغيب تشيل منه 4-5 عناصر أساسية مرة واحدة لازم يسيب تأثير سلبي على الفريق مهما كان حجم البدلاء. نعم. الطرفين الأساسيين اللي بتروجيت النهاردة غايبين، عمرو حسن للإيقاف وأوسان وراه في 45 دقيقة كانت صعبة على بتروجيت. طب الحقيقة احنا معانا اتصل بينا دلوقتي وليد سليمان لاعب. كابتن، كان قبل ماتش الزمالك كان في تصريح نزل بس مش عارف على انهي موقع ان وليد سليمان صرح لعيبة أثروا شوية معانا، بس بنقول الحمد لله ومبروك للإنجاز. عبد الحكيم لعب النهارده يا وليد؟ اه طبعا لعب، ولما نزل قعد من الدقيقة الشوط الثاني كده أول ما عدت 10 دقايق كده، مش الشوط الثاني كابتن أو ربع ساعة نزل. اه يعني لعب حوالي نص ساعة بالظبط. كابتن مختار كلمكم بعد المباراة؟